وصلت سيارة تويوتا يارس 2015 إلى وكالة تويوتا في المملكة العربية السعودية بعد أن شملت تحديثات تجميلية بسيطة من الخارج والداخل، وقد تم عرضها في معرض الوكيل ومعارض الموزعين بشكل مباشر. ويبدو أن الطلب لسيارة تويوتا يارس تزايد قليلا، وذلك بسبب تغيير تصميمها الكامل لعام 2014، والذي تقول تويوتا أنها حققت مبيعات جيدة نوعا ما، لكنها أتت الآن بإضافات تجميلية فقط وتعديل بسيط في مواصفات بعض الفئات. أما مواصفات تويوتا يارس 2015 فقد احتوت على محرك 4 سلندر 84 حصان، 16 صمام DOHC بنظام VVTi ونظام وقود EVI، بالإضافة إلى 5 سرعات يدوية و4 سرعات أوتوماتيكية، وأغطية كاملة للعجلات مقاس 14 بوصة، وحركة إمالة عمودية لمقود القيادة، ووسائد هوائية أمامية للسائق، وفرامل مانعة للانزلاق، ونظام مساعد للفرامل مزود بموزع إلكتروني، ومقاعد مخمل، وشبك أمامي ملون، ومرايا خارجية بتحكم يدوي ملونة، ومقابض أبواب خارجية ملونة، ومظلة واقية من الشمس مزودة بمرايا للسائق والراكب الأمامي، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق، ونوافذ بتحكم يدوي، وجهاز حماية ضد السرقة، وجيوب خلف المقاعد الأمامية، مشغل اسطوانات MP3 وCD مزود بأربع سماعات ومنفذ USB وAUX، ومساند رأس خلفية 3 قطع، وحزام وسطي ذو نقطتين في المقعد الخلفي، ومزيل ضباب للزجاج الخلفي، ودعاسات أرضية مطاطية، وشنطة سلامة عادية. أما عن أسعار تويوتا يارس 2015 فتبدأ أسعار يارس 2015 من 48500 ريال سعودي،